اقرأ، الكلمة الأولى التي أنزلها الوحي على سيد الخلق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الكلمة التي حملت كل معاني الدعوة للبحث عن المعرفة، وأوصلنا هذا البحث إلى ابتكارات واختراعات وتقنيات حديثة، منها تكنولوجيا الاتصالات وشبكة الإنترنت، التقنيات التي أتاحت لنا الوصول إلى المعرفة بكبسة زر، وأصبحت اليوم في متناول أغلبية البشر. لكن وبدون شك تأتي التكنولوجيا الحديثة مع بعض المخاطر التي تجعل بياناتنا الشخصية ومعلوماتنا الخاصة عرضة للسرقة، مع ما يتبع ذلك من أزمات قد تصل بالبعض ليكون ضحية ابتزاز أو جريمة إلكترونية. من هذا المنطلق أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السبراني في قطر مشروع مناهج الأمن السبراني التعليمية، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، انسجاماً مع رؤية دولة قطر في تعزيز الأمن السبراني وتوفير تجربة آمنة لمستخدمي شبكة الإنترنت على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. تسعى الوكالة الوطنية للأمن السبراني في الدولة لبناء مجتمع محلي آمن ومتمكن رقمياً عبر عدة مبادرات ومشاريع تستهدف رفع مستوى السلامة الرقمية في المجتمع. ونحن اليوم ندشن أحد أهم الشراكات والمشاريع، وهو مناهج الأمن السبراني التعليمية التي تستهدف طلبة المدارس وذوي الهمم والمعلمين وأولياء الأمور، وتقدم في إطار سلس وممتع مستوحى من الهوية المجتمعية القطرية لتحقيق جملة من الأهداف تتمثل في تعريف المجتمع عموماً والأطفال واليافعين على وجه الخصوص بمفهوم المواطنة الرقمية، ورفع مستوى الوعي بالمفاهيم العامة المرتبطة بالأمن السبراني والسلامة الرقمية. كما لم تغفل الوكالة عن أهمية الأنشطة اللاصفية ودورها المكمل للعملية التعليمية، فدشنت مبادرة سايبر إيكو، والتي تقوم على إنتاج محتوى توعوي سبراني من خلال الزيارات الميدانية للمدارس الحكومية والخاصة، وإقامة ورش العمل التي تتضمن عروضاً توعوية ومسابقات وأنشطة وتطبيقات تم تصميمها ضمن أفضل الممارسات العالمية. وانطلاقاً من إدراك الوكالة الوطنية للأمن السبراني لأهمية التعليم ودوره في تطوير المجتمع القطري وحمايته من مشكلات وتحديات التقنية، ارتبط نجاح مشروع مناهج الأمن السبراني التعليمية بحرص الوكالة على صياغة رؤية واضحة وانتقاء فريق عمل مؤهل وذي خبرة في إعداد المحتوى التعليمي ويمتلك مهارات التعامل مع قضايا الأمن السبراني والسلامة الرقمية. وقد أشرف على المادة العلمية للمناهج خبراء الأمن السبراني في الوكالة الوطنية للأمن السبراني بالتعاون مع مجموعة من المختصين في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من الإدارات المختصة بهذا الجانب. تم تنفيذ مناهج الأمن السبراني التعليمية بطريقة مبتكرة لتأخذ شكل فيديوهات رسوم متحركة قصيرة وشخصيات محببة مستوحاة من البيئة القطرية وقيمها الاجتماعية والفكرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ دليل إرشادي للمعلمين وآخر لأولياء الأمور ليكون خارطة طريق لهم في توعية الأبناء وتعزيز ثقافتهم بالأمن السبراني. يعد منهج الأمن السبراني خطوة في الاتجاه الصحيح لضمان معرفة الطلبة بالمخاطر التي قد تنتج عن استخدام التكنولوجيا، فقد أصبح الجميع في عصرنا هذا يستفيد بشكل متزايد من الموارد التكنولوجية، وبالتالي فإن الخطوات الأساسية للحفاظ على هذه الموارد ومستخدميها آمنين تتمحور حول جعل الأمن السبراني محوراً هاماً في الخطط التعليمية لطلبة المدارس. نتوقع من هذا المشروع أن يساهم في نشر الوعي المطلوب من خلال محتوى مبتكر وموثوق، ونتطلع إلى تطويره بشكل مستمر، محتوى يساهم في تعزيز مستوى وعي الطلبة بأمن المعلومات وأمن الحاسوب، وتمكينهم من سبل حماية الأنظمة والممتلكات والبرامج من الهجمات الرقمية، والتي قد تهدف عادة إلى الوصول إلى المعلومات الشخصية أو تغييرها أو إتلافها. سيشكل إطلاق مناهج الأمن السيبراني التعليمية
بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، جزءاً أساسياً في منظومة التطوير الشاملة للنظام التعليمي بجميع مجالاته. مناهج الأمن السيبراني التعليمية الأولى من نوعها في المنطقة هي مشروع وطني رائد وهادف نسعى من خلاله إلى تنشئة جيل المستقبل ليكون قادراً على إكمال مسيرة البناء متسلحاً بالعلم والمعرفة ومتمسكاً بهويته الوطنية التي نعتز ونفتخر بها.